ذا الحين ما هو قتلتها؟ قتلتها أكيد. أيوة قتلته. طيب كيف لك يعني؟ بالخطأ صح؟ لا لا مش بالخطأ قتلته، وأنا قاصد. قاصد يعني متأكد من كلامك؟ أيوة. حاسس إنك بتكذب، ما شنت منك مقصودة. يا أخي أنا ما أكذبش يا أخي، قلتك الله. دخلت أسرق، دخلت أسرق الشقة، لا آذيت أحد ولا كلمت أحد ولا صحيت أحد منهم، راقدينهم. دخلت القدر رزقي الشخرج قام يقطع طريقي، قتلته. قطع طريقي في الصالة وأقدر شفت حلوة بحق الشقة أخرج، ما حكيتهم. يعني استفزك يا أخي، جغر بطوني. قلتك الله، هو أنت واحد يقطع طريقك؟ مهدم بس أهم شنو في الصالة؟ في الصالة ما بدك ذبش يا أخي. صلى الله على رسول الله، مش أول مرة أقتل ولا ثاني مرة. شوف أنا صح أسرق أقتل، لكن أكذب مع عي. ونعم ما دام أنت عندك هذا الموهبة وبتقتل، ليش إحنا فتحنا جبهات وحرب في كل محافظة؟ تعال استغل موهبتك ونميها معانا. لا لا ريان، يا أنا تخصصي هذا، أسرق أفعل حاجات، وبين الطر للقتل لا حد قطع طريقي فقط. شاب حسين، والله الحين كيف نسوي؟ ها هذا التهب الكرار ندخله. يلا دخل دخل. قول عموما شوف الموضوع، في موضوع القتل أنا ما يعني أنا أتحسس منه شوي، بس ما دام هو الغلطة. الغلطة هو واستفزك في الصالة، ما أنت معك إيش معك؟ والله ما أدي لك علم، قال لك ما هي محل بالغ. معك أنت صاحب المحل ومحل بالضوها أنت؟ أيوة. إحنا جالسين نحقق مع هذا المسكين هذا خلاص الله معك، بس آخر مرة. أقول لك ظلمني. آخر مرة، المرة الثانية دكتور بلغني. حاضر. أيوة. ولا أقول لي وأنا أرسلك وأنت تصير تمارس موهبتك. حاضر. تؤمر لي. أيوة. يا الله معك الله معك. ولا؟ الله معك. جلس جلس. إحنا جالسين نخوف هذا ونهدد الرجل هذا ولا أنا المسكين. معك محل إيش؟ فوالد ما فيش حاجة. هو بيقول لها كذا بكل جراءة، بكل يعني ولا خزا ولا حرج ولا أي حاجة. محل برضه في بلادنا هذا هو الغزو، غزونا بالبلطوهات هذا. ما أي نوع من البلطوهات؟ البلطوهات كلها عادي بكل أنواعها، ما فيش حاجة. بكل أنواعها. يا سلام سلم، يا سلام سلم. قصتكم إن عيوننا مغلقة ما نشوفش هذا الحاجات؟ يعني في بلطوهات أبو حزام هذا موجود عندكم؟ أيوه عادي، ما فيش حاجة، طبيعي. يا سلام. ومزركش، في بلطوهات مزركش عندكم؟ هذا المالك الفترة هذه. هي كيف إذا خارجك؟ كيف إذا دافع عليك؟ هذا كيف دافع عليك؟ يا هذا اعدام اقل شيء حقه. يعني ما تستعيش على نفسك فاتح محل بلطوهات في يمن الايمان والحكمه؟ هو بلطوهات عادي، ما فيش حاجه. بلطوهات عادي؟ كيف عادي؟ يعني انقطعت الارزاق ما لقيت تفتح محل الا بلطوهات؟ بس هاي شغله الوالد، احنا اشتغل من زمن عادي. يا سلام على العائله المباركه، يعني الاجرام تتوارثوا ابا عن جد او كيف؟ يعني ما مضى شوف، احنا ما مضى الانحلال والكفر هذا السابق، ما لنا ايش دخل به. بنصفي حساباتكم، ما في عهدنا، ما نسمح بهذه الاشياء. يعني محل بلطوهات وتشتينا نتفرج عليه؟ استهدي بالله. لف حاجة. لف شويه شوف شعره، وكمان مدهن. ايش اعمل لك يا ابو الكرار؟ تعال صفي حسابك. انا ما اوسخ يدي ولا البندق خساره فيك الرصاصه. ابو الكرار تعال صفي حسابك معه. يلا خرج جاي تهان.